قائد المركب أخذ قرار بتنفيذ مناورات للهروب من الخافرة والمركب الثاني بشكل أدى إلى ارتطامه هو بالمركب الكبير الخافرة. الطراد فات فينا مرتين، كسر اليخت فينا مشان يغرقنا، قرب لقدام طفى الرادار وتركنا لحتى نقرب واجا وخلعنا. لانه هيك شيء كبير، لانه بني فات فينا وقلبنا كلنا ومتنا. سلامة هي ابدا شيء بهذا الموضوع، ما كان عنا اي شيء اخر دافع، لانه اللي توفوا اللي استشهدوا هو الاهلنا ومثلنا عم بيعانوا. صار يلا والله لأقبركم، لك ليش عم بدك تقبرنا؟ نحن بدنا اخدين منك، لك ليش بدك تقبرنا؟ تقبر اطفالنا واولادنا. غرقنا وصار يلنا بدي اقبركم. أقل من 5 ثواني كان المركب غرقان تحت الماء، ولو ما كانت مراكب القوات البحرية حدهم ولحقوا يلموا 45 شخص زتولهم سترات إنقاذ، كل شيء فيه سترات إنقاذ موجودة على مراكبنا زتينيها بالماء لقدرنا طلعنا 45 شخص. لك نحن بعيد عنهم 200 متر ما يجوا ياخدونا. تعا لك عم يقرب شوي، لك معي طفلي ما بتوصل، قرب شوي لعندي لناخدها، ولك انا احملها، لك يا عمي تقرب ما يرد علينا، لانه تسبح وطلع له لكلب، لك انا صرت كلب وصرت خنزير. مركب محمل 15 ضعف الوزن المسموح فيه. حالة الطقس كانت مبارح متوسطة، ولكن هيدا المركب بسبب الحمولة اللي عليه لو كان فاضي كان ممكن انه يزمط، بس الحمولة اللي عليه ما بتسمح انه يبتعد عن الشط، وكان على الاكيد بده يتعرض للغرق. لو انه هذا المركب فعلا مزبوط منه مخير انه يطلع عليه 60-70 شخص، كان من اول ما طلعنا نحن يا اختي ما وصلنا للمياه الكمية كان غرق. كنا عاملين نشرة جوية مع GPS وكل السبل انه بني ادم يوصل بخير وسلامه كانت موجوده. بالجيش بنعمل تحقيق شفاف، ما عنا شيء نخبيه، وبنتحمل مسؤولياتنا على اخر تكه. اذا كان نحن في حدا غلط خلال كلاميا بنحاسبه. قبل ما يندفنوا الشهداء المفروض يطلع تحقيق عاجل، لانه ما حنقبل ولا حنسكت، يفتحوا لنا الطريق لاجهزه ولا يوقفوا بوشنا، لانه كل ولد من اولادنا بعشره. ثالثه ورابعه وخامسه وعاشره، انا ما فيني اعيش بهالبلد اذا هن عايشين، واحد منا بده يموت او بده يهاجر، يا نحن بدنا نهاجر يا هن بدهم يهاجروا.